السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، طلاب الصف الخامس الابتدائي، ميعادنا اليوم مع درس جديد من مادة الدراسات الاجتماعية والمواطنة، الوحدة السادسة، الدرس الحادي عشر، الصناعة والتجارة والخدمات. وفي البداية عرض الأهم أفكار الدرس: الصناعة، التجارة، الخدمات. العنصر الأول، الصناعة. الصناعة هي تحويل المادة الخام الأولية من حالتها الأولية إلى منتج أكثر فائدة للإنسان. أهم فوائد الصناعة: توفير ما يحتاج إليه السكان من المواد المختلفة، توفير فرص العمل لعدد كبير من السكان، الحصول على الأموال ببيع السلع وتسويقها، تحقيق تقدم اقتصادي للوطن. مقومات الصناعة: لقيام الصناعة لابد من توافر عدة مقومات. أهم مقومات الصناعة: المادة الخام، مصادر الطاقة، رأس المال، وسائل النقل، الأسواق، والخبرة الفنية. العنصر الثاني، التجارة. التجارة هي حركة البيع والشراء لمختلف أنواع السلع المحلية والمستوردة، وأنواع التجارة هي تجارة داخلية والتجارة الخارجية. والتجارة الداخلية هي بيع السلع والبضائع وشراؤها داخل الوطن، أما التجارة الخارجية هي بيع وشراء السلع والبضائع بين الوطن ودول أخرى. صادرات وطني المملكة العربية السعودية وواردتها. الصادرات ومنها النفط خامًا ومكررًا، التمور والمنتجات المحلية، أما الواردات منها الآلات ووسائل النقل والأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية. الميزان التجاري، وهو الفرق بين قيمة صادرات الدولة وقيمة وارداتها. وتحرص حكومة وطن المملكة العربية السعودية على أن تكون قيمة الصادرات أعلى من قيمة الواردات ليصبح الميزان التجاري في مصلحة الوطن. العنصر الثالث والأخير، الخدمات. وتشمل الخدمات الأنشطة في مجالات التعليم والصحة والنقل والترفيه، وخدمات الإقامة والطعام، والمعلومات والاتصالات والإدارة. وإلى هنا نصل إلى نهاية هذا الدرس، آملين من الله أن نلتقي على خير في الدروس القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.